الشارقة ابتسم وأنت في الشارقة، دائما نقولها ونحن مبتسمين في الإمارة الباسمة بظل حاكمنا حفظه الله ورعاه من كل شر وكل مكروه يا رب العالمين. وكل الشكر والتقدير أيضا لا ننسى الرجل المتميز سيدي سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم حفظه الله ورعاه، المتابع دائما والسؤال دائما عن السباقات من خلال لقائنا معاه في كل مكان، هنا يسأل عن هذا الميدان ويسأل عن التراث ويسأل عن الأخوة جميعا، هذا يدل على اهتمام وتواصل الحاكم بالمحكوم هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. انطلق شوطنا السادس الذي خصص للجعدان الحجايج، المسافة 4 كيلومترات. أترك الكلمة لنايف الزرعي ليواصل التعليق على هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، ميدان الذيد من إمارة الشارقة، بتحديات وانطلاقات هذه الأسماء وهذه الشعارات المتوافدة من كل حدب وصوب من أجل المشاركة على أرضية هذا الميدان في هذا المهرجان الذي يأتي بدعم من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، دعما لهذه الرياضة ولهذا الموروث رياضة الآبائي والأجداد. ينطلق هذا الشوط يحمل الأسماء ويحمل الشعارات الحاضرة بالتحدي وبالإثارة. ننطلق مع المركز الأول لنوافي حضراتكم بالمراكز الأولى المتقدمة. أبدأ مع المركز الأول وتعرف على شاهين عبد الله بن متعب بن سالم العامري، يتقدم مع انطلاقة شاهين وهالي الهباب مع المركز الأول. المركز الثاني هناك القدوم، هناك الوصول من الصيرمية، سالم بن عامر بن راشد المدهوش يتقدم مع تقدم الصيرمية. المركز الثالث هناك الوصول مع البرق، سالم بن مطر بن حاذا الاكتبي بنايف من يقدم انطلاقة البرق. المركز الرابع هناك الوصول، هناك القدوم، وصل الصداوي عبد الله بن محمد بن علي الاكتبي يقدم انطلاقة الصداوي، وايضا الوصول مع المركز السابع ليوصل في هذه اللحظات وتقدم فتاك سعيد بن محمد بن شرقي العامري هالي البوابة 11 من يتواصل، والدكتور وايضا القدوم وصل في هذه اللحظات على المركز التاسع، وصل بالانطلاق ترند محمد بن عتيج المقعودي الفلاسي بومايد من يتواصل مع انطلاقة ترند. والمركز العاشر هناك القدوم، هناك الوصول، وصل غازي حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي. ولكن مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه العشرة المراكز الأولى ورداونا الأول، ونتحول إلى الدكتور إلى المركز الأول. من غير مع الصدارة؟ غير مع انطلاقة فتاك الدكتور سعيد بن محمد بن شرقي العامري، يتقدمونها للساد أهالي البوابة 11 مع المركز الأول، ويطالبون بناموس هذا الشوط. ولكن المركز الثاني القادم في هذه اللحظات الصيرمية سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، والمركز الثالث وصل بن متعب ليقدم انطلاقة شاهين عبد الله بن متعب بن سالم العامري، ووصل ترند، وصل ابو مايد ليقدم ترند، هنا محمد بن عتيج المقعودي الفلاسي. وصلت الاسماء، وصلت الشعارات في اللحظات هذه اللحظات، وايضا يصل غازي حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي. ولكن بالشرقي مع المركز الاول سيطرة مع البداية، سيطرة مع هذا التحدي الممتاز، والاسماء قادمه
والف ومئتين، الف ومئتين. يا من تتابع، يا من تراقب هذا الانطلاق القادم، سكر سهيل بالهلال بن محمد، بن محمد المحرمي يتقدم، والقادم احلى، القادم هنا الوصول، وصل مرموق سعيد بن حمد بن مطر المنصور. يلا الله 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 الله، ركز يا بن حليس، من يتابع تحديات هذا الشعار، ولكن بدا يغير في هذه اللحظات. مرموق مرموق مرموق، والاسماء قادمه، والدكتور يقدم فتاك، يقدم فتاك، وراقب للاسماء، راقب للوصول، ووصل داير، وصل بن فاهم، وصل بن فاهم ليقدم ثاير محمد بن فاهم بن محمد بن سلطان الاكتبي بالانجازات بالسجلات الحافلة، ولكن البداية سكر 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 بحالات السكر، بحالات السكر يتقدم، ولكن ثاير ثار بركان التحدي في هذه اللحظات، باللحظات الأخيرة بن فاهم، بن فاهم مع البداية مع ثاير، ثاير ثاير بالانجازات بالسجلات الحافلة التي تحتضن هذا الشعار، وتقدم انطلاقة ثاير، يقدم محمد بن فاهم بن محمد بن سلطان الاكتبي، هنا ثاير بثاير مع المركز الاول، ما يعرف المساير، يروح مع البداية مع المركز الاول، والسلامات وين يا اخواني مع هذا الشعار، وين ما يسكن، هنا محمد بن فاهم بن محمد بن سلطان الاكتبي، وسلام يا الهباب، سلام على الفوز والانتصار، المركز الثاني اللي وصل في ثانية المراكز هو سكر سهيل بن هلال بن محمد الحرمي، المركز الثالث اللي وصل على المركز الثالث هو الغزال مطر بن محمد، مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي، المركز الرابع وصل في هذه اللحظات هو مرموق سعيد بن حمد بن مطر المنصوري، المركز الخامس اللي وصل هو غازي حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي، تهانينا والناموس. التوقيت الزمني والساعة وصول ثاير إلى خط النهاية، معلنا هذا الفوز والانتصار لمحمد بن فاهم بن محمد. والتوقيت الأفضل يتقدم مع ثاير لمحمد بن فاهم بن محمد بن سلطان الاكتبي، 5:59، تهانينا والناموس. والتوقيت يتحطم مع ثاير، تهانينا والناموس على الفوز والانتصار. ما دام عقب الجهد ناموس، وتزيني الوسطى بالماس، وتلبسي غالي الملبوس، يا دار من الخير نبرز، شيخ اللي فعله